السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عربي في فيديو جديد. وقبل ما نبدا اي حاجه يا ريت كلنا نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. جاي النهارده بخطه برشلونه اللي هي الخطه المرنه. في صديقنا هنا على القناه اسمه احمد كان طالبها، وانا الصراحه اتاخرت عليه قوي، بس انا اسف يا احمد، انا افتكرتها وهعملها لك على طول. اول حاجه هو هنجيب برشلونه، نجيب اي فريق ماشي، نخش على الخطه ماشي. اول حاجه اللي احنا هنعملها نلعب بخطة 4-2-1-3، وبعدين نعملها هنا حسب القدرة عشان تنزلنا كل اللعبة الجامدة في أماكنها، وبعدين نروح بقى نفعل اللي هي الخطة المرنة. الخطة المرنة دي جميلة قوي، يعني هتخليك يعني تعرف تفتح لعب يعني بطريقة جامدة، هنشوفها دلوقتي. أول حاجة هو احنا عندنا في 3 نقط فوق كده، فوق الخطة عند ضربة البداية وعند الاستحواذ وعند فقدان الكرة. احنا هنبتديهم واحدة واحدة، اللي هي عند ضربة البداية احنا هنسيبها كده، عند ضربة البداية هنسيبها كده 4-2-1-3. او ممكن نعمل حاجة اللي هو نجيب ديونج نطلعه فوق شوية ونخليه CMF، بس هي دي عند ضربة البداية، مش هنعمل اي حاجة في عند ضربة البداية خالص. تاني حاجة اللي هي عند الاستحواذ، عند الاستحواذ دي بقى هي اللي احنا عايزين تفرق معانا، هنخلي بايت هنخليه SS، ونطلع ديونج برضو نخليه CMF، وادم تراوري وكده. انت معاك قدام 5 منهم ديونج بيهاجم برضو، ومعاك برضو 5 تحت. ده عند الاستحواذ. عند بقى فقدان الكرة هنخليها، هننزل ديمبلي لحد ما يبقى LMF، وننزل برضو تراوري لحد ما يبقى RMF، وهنا بايت بلي ميكر عادي، واتنين ديفندرات ديونج وبوسكيتس بس، وبيكي وجورد ألبا وكده. الخطة برشلونة المعروفة ده التلات حاجات هتبقى عند ضرب البداية، هتبقى 4-2-1-3، بس هيبقى في الاتنين اللي في نص الملعب واحد ديفندر واحد خط نص عادي وبلي ميكر وتلاتة قدام. عند الاستحواذ هتبقى 4-2-2، 4 قدام 2 هافات، 1 مهاجم 1 تحت المهاجم، 1 خط نص سنتر، 1 ديفندر، و 4 مدافعين. عند بقى فقدان الكرة هيبقى 2 ديفندرات، يعني يعتبر هتبقى بتدافع ب 4 معاهم الباكات و 2 ديفندرات، والبلي ميكر والاثنين اللي جنبه هينزلوا يساعدوا في نص الملعب. نخش بقى على اللي هي التعليمات الهجومية اللي هي عند الاستحواذ، هنخليها الاستحواذ على اللعب وتمرير قصير ومركز. دي بقى التمركز مش هنخليها مرين، هنخليها الحفاظ على الخطة عشان ما تلاقيش بايت مثلا راع على الطرف فديمبلي دخل في النص، لا احنا عايزينها الحفاظ على الخطة. وتاني حاجة مدى الدعم هنخليه النص عشان اللعيبة تبقى قريبة عن بعض شوية. التعليمات الدفاعية اللي هي عند فقدان الكرة هنخليها اسلوب لعب دفاعي، لا احنا هنخليها الضغط من امام عشان نقطع الكرة بسرعة، ونخلي منطقة الاحتواء مركز، واللي هو الضغط هنخليه محافظ مش هنخليه لو مكثف هتلاقي كل اللعبة بتضغط من قدامه كده، لا احنا عايزين محافظ. وخط الدفاع زي ما احنا قايلين من زمان هنخليه اقل حاجة عشان مش اي سرولوب او اي تمرير عالية نتضرب بيها. والتمركز هنخليه النص عشان اللعيبة تبقى متمركزة جنب بعض. التعليمات المتقدمة بقى اللي هي بتبقى اساسية عند ضربة البداية وعند كله، اول حاجة نخليها مهاجم متمركز اللي هو أوباميانج، علشان زي ما احنا عارفين يعني احنا عندنا اهو عند ضربة البداية هو المهاجم، وعند الاستحواذ هو المهاجم، وعند فقدان الكرة برضه هو المهاجم، يعني احنا عايزينه مهاجم متمركز يعني ما يجليش. ونعمل الارتكاز اللي هو ما يتحركش من مكانه اللي هو بايت كده كده عند الاستحواذ بلي ميكر، عند الاستحواذ تحت المهاجم، عند فقدان الكرة بلي ميكر برضه، يعني مش عايزينه يتحرك من المكان ده اللي هو المكان تحت الفرود على طول. التعليمات الدفاعية بقى، التعليمات المتقدمة الدفاعية هنخليها زيادة في المنطقة بس. ويعني اخر تركة اللي هي اللي انا بقول لكم عليها كل مرة، المفروض اي حد يبقى عارفها، اللي هي لعبون ينضمون للهجوم، هنخلي اعلى واحد في المدافعين ينضمون للهجوم، ومثلا هنخلي بوسكيتس معاه في ركنية كده. انت لو مثلا ديونج هو اللي بيلعب الركنية او ديمبلي، هتلاقي مثلا قدام أوباميانج وتراوري هتلاقي معاهم المدافع وهتلاقي معاهم
بوسكتس او الاثنين اللي انت محدد عليهم، ونعمل بادر اللي يشد ضربات الجزاء للركنيات وكده. وكده نكون وصلنا لحد اخر الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وسلام.